جابري يوزع كورته مقطوعة ضايعة ناحية ويشاوي راح يسدد وراح يوزع يرى محاولة المباغتة يحافظ على كورته ثنائية يلحق عليها وهدف التعادل ممتازة ثنائية تعاود ترجع لويشاوي يتمكن من وضع الكرة في الشباك ومباغتة الحارس ضيف في الدقيقة 26 من المرحلة الأولى يتمكن مولودية أو تتمكن المولودية من تعديل النتيجة وفرحة هذه المرة في الجهة المقابلة للمدرجات المكشوفة إنها اللقطة معادة ثنائية من بين نحلاح ووشاوي ووشاوي بذكاء وهدوء يتمكن من وضع الكرة في الزاوية الصعبة على الحارس ضيف ويتمكن هكذا من تعديل النتيجة هدف رائع جدا من اللاعب وشاوي وأنصار مولودية قسنطين والفرحة هذه المرة تنتقل إلى الجهة المقابلة ربما السيناريو كان منتظر هدف التعادل كان منتظر وشاوي وفرحة كبيرة المستقدم من فريق شبابتنا هذا الموسم وشاوي 31 سنة سجل الموسم الماضي مع فريقه مع فريق شبابتنا 10 أهداف أول هدف لوشاوي في بطولة هذا الموسم بالجهة اليمنى وفرحة كبيرة مع الرفيق الذي وزع الكرة وهو نحناح إذن ثنائية بين نحناح ووشاوي هذا اللاعب أمامنا وفرحة كبيرة لفريق مولودية قسنطينة.